السلام عليكم الناس، مرحبا بكم معايا في وصفه اخرى. اليوم الوصفه ديالنا سهله وبسيطه وصحيه، وبالنسبه للناس اللي كتعمل الريجيم انا دائما كنجيب لكم وصفات اللي كيعمل الريجيم، وحتى اللي ما كيعملش الريجيم الصراحه يمكن له يستعملها. ماشي عندنا اليوم غنعملوا واحد العصير ديال عصير طبيعي. كان نحتاجو جوج ديال ياغورت طبيعيين، عندنا هنايا السكر الطبيعي حتى هو سكر مورينو، عندنا هنا أرندانوس كما كتشوفوا، وعندنا الحليب ديسناتادو خالي من الدسم. غنعملو الدانون ديالنا ياغورت، الصراحة كيجي مزيون وطبيعي. انا دابا الصراحة كنوجدو الصباح نفطر به ماشي لليل. الليل غنعمل معكم واحد اخر بالنسبة للناس اللي بغات تحرق الشحمة بالليل. غنوريكم واحد العصير الصراحة انا كنتبعو والله العظيم الا لقيت عليه النتيجة بزاف بزاف. انا هنايا 200 غرام ديال أرندانوس. السكر الصراحه ما غنعملوش كامل لان انا ما عنديش مع الحلاوه، نعملو غير النص ديالو. والحليب غنعملو واحد الكاس ونشوفو على حسب كيفاش غيجي، واش ثقيل واش خفيف. الصراحه هذا الفطور حسن داك اللي كيتباعو واجدين وعاد كتعملهم. غنطحنو باش ما نعملش الصداع ورجع معاكم. العصير ديالنا هو كما كتشوفوا طبيعي 100% كما دائما طبيعي طبيعي. هانتوما كما كتشوفوا كيجي غزال الصراحه. انا وجدت الفطور الصراحه. دابا غنوجد معاكم واحد العصير اخر حتى هو عرفتي قسما بالله اللي بغات تحرق الشحمه الكراسه تشربوا بالليل وتنعس، والله العظيم كيحرق ديك الشحمه ملي كنكونوا ناعسين كيحرق ديك الشحمه مزيان. انتم عاد تشوفوا وجربوه وغتشوفوا في الصراحه النتيجه عتبان لكم في السيمانه الاولى. انا جربته الصراحه وجبرت عليه ودابا والله ما كنتخلى عليه. كنعملو كنوجدو على يومين كنشرب فيه يومين، عاود نرجع نطحن اخر عاود يومين كنشربو بالليل ونعس. ما كنتعشاش في الصراحه. انا ندوز نوريكم مقادير بساطين في الصراحه. بالنسبه للعصير ديالنا اللي غنوجدو دابا ها انتم كما كتشوف القرعه الحمراء الصراحه اللي حنا ما كنستعملوهاش بزاف لان ما عارفينش الفوائد اللي فيها الصراحه. القرعه شي حاجه غزاله بالنسبه للريجيم. وهذا الباباي، باباي دابا الصراحه الوقت ديالو الصراحه موجود ورخيص. غنقطعو ونرجع معكم لان هادشي غيدي للوقت باش ما نطولش عليكم في الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا انا ما استعملتها شي كامله، استعملت غير نص البابايا وغير طريف ديال النص ديال القرعه. هانتوما كما كتشوفوا صراحه كتجي باسله شويش ماشي زعما داك. غنقول لكم راه المذاق ديالها مزيون. انا غنوريكم باش تهرسوا لها داك اللوغو ديالها تزيدوا فيها واحد ليتشينا. انا الصراحه كنعملها هيداك صراحه ما كتعجبنيش، وخصوصا هاد الفروطه سبحان الله ديال الباباي ما كتعجبنيش، ولكن الفوائد ديالها الصراحه شي حاجه اللي جربوها وعاد تشوفوا جربوها وغتردوا عليا. انا ما غنقول لكم شي راه غطيحوا 7 الكيلو في السيمانه، ولكن نتوما جربوها وغتشوفوا بعينكم، ماشي غنقول لكم راه كتعمل هذا المعجزات، ولكن راه شي حاجه مزيانه ولكن خصكم تتبعوا ماشي عاد تشربوها واحد المره وصافي. انا الصراحه والله العظيم تقادات لي مشيت قبيله كنفتش عليها حتى جبرتها ما جبرتهاش في هاد مول الخضره اللي حدايا، ومشيت لبلاصه اخرى حتى جبرتها.
ما بقيتش كنستغنى عليها لان جبرت عليها والحمد لله ماشا كنطيح في الكيلوات ومزيانه حتى الناس اللي فيهم السكر كت مزيانه الكوليسترول. صراحه هاد الفروتة شي حاجه معتبره. حنا باش نهرسوا لهداك اللوغو ديالها لان شويه باسله ما تقدروش تشربوها نعملوا لها واحد ليتينا شوفوا الا فيها شي عظم ولا شي حاجه باش تجينا المذاق ديالها مزيان ودوزنا لان الواحد اول مره ما تعجبوش في الصراحه. انا دابا تعودت عليها واخا هاد الفروته ما كتعجبنيش بزاف ولكن كنصبر اش غنعمل. اللي قال لك اللي بغى العسل يصبر القريص النحل ضروري. المهم حنا حيدنا لها نشوفوا فيها العظمة. المهم انا غنطحنها ونرجع معكم. بالنسبه للعصير ديالنا البنات ديال اراندانوس وجاغورت الطبيعي ها هو وجد. الصراحه كيجي هائل. غنوريكم كيفاش جاني العصير ديالنا ديال القرعه والباباي. هانتوما البنات كما كتشوفوا كيجي الصراحه كما كتشوفوا ها العصير ديالنا. هذا العصير ديال الفطور والعصير ديالنا ديال الليل ها هو كملتو كما كتشوفوا. انا اجا ثقيل شويش الصراحه وزدت فيه شويش د الماء وديك الساعه كيبقى الاختيار ديالكم بغيتو تزيدوا فيه ما بغيتوش تزيدوا فيه تشربوا هيدا قاصح. الصراحه كيجي هائل ومني كنزيدوا فيه شي حاجه هكا مثلا ليتين ولا شويه د البينيا ولا شويه د مثلا شي حاجه البطيخ شي حاجه. دابا الوقت د الدلاح مثلا تزيدوا فيه هذا ماشي مشكل. كيجي الصراحه مزيان باش كيهرس داك اللوغو ديال القرعه مع داك الباباي. الصراحه باسلين بجوج بهم باسلين ولكن ملي كنزيدو فيهم شي حاجه هكا فحال ديتين ولا شي حاجه كتهرس داك اللوغو. البنات نتمنى من الله والله الا من قلبي تجربوه. انا تقريبا دابا شهرين وانا عامله ماشا على هاد الطريقه الريجيم. وهاد مثلا هاد البابايا كنشربها بالليل بالليل كتحرق الدهون. هي عندك الباباي وعندك القرعه سولوا عليها وغتشوفوا. انا نصحني بها الصراحه الدكتور اللي قال لي كنستعملها والصراحه انا ماشيه في هذا الريتم اللي ماشيه فيه مزيان كنطيح ماشيه مزيان الحمد لله. نتمنى من الله حتى نتوما تجربوها وغتعجبكم وان شاء الله عتبروا عليها النتيجه وتشاركوها مع الناس اللي عزاز عليكم ومع الحباب. وما تبخلوش علينا باللايك وإلا عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بالتعليق تردوا علينا في التعليق. وخليتكم على خير إلى وصفة أخرى إن شاء الله حتى هي تكون إن شاء الله صحية والمئة في المئة. يلا تبقوا على خير. السلام عليكم.